دكتور أحمد السعيدي، عضو الحملة الوطنية لإنقاذ الأهوار العراقية، أهلا بك في المربد. بداية دكتور، أعلنتم مؤخرا عن إطلاق حملتكم لإنقاذ الأهوار، هل لديكم إحصائيات عن حجم الأضرار التي لحقت بمناطق الأهوار؟ شكرا لك أستاذ رعد، وشكرا للمربد التي تواكب دائما الأحداث المهمة. و يعني عملية الأضرار يعني يمكن القول أنها فادحة جدا، لأن الأضرار التي لحقت بالأهوار لا تتعلق فقط بفقدان نسب الغمر والتي انخفضت إلى معدلات مخيفة ومرعبة. يعني الأهوار مرت بفترات جفاف كانت أبرزها عام 2015 و2018، والآن نحن في ذروة هذه المواسم، مواسم الجفاف. خذ مثلا أن نسبة أهوار الحويزة، الآن نسبة الغمر فيه 2%، نسبة الغمر في الأهوار الوسطى هي 3%. مجموع نسب الغمر في كل الأهوار العراقية في ثلاث محافظات، ميسان وذي قار والبصرة، هي 9%. فتصور حجم الضرر الذي تعاني منه مناطق الأهوار. الأضرار الاقتصادية هو توقف كامل لأنشطة السكان. مربو الجاموس، جامعو القصب، صيادو الأسماك. وهؤلاء الناس جلهم والنسبة الأعظم منهم هم لا يشكلون عبئا على موازنة الدولة. أي أنهم ناس يعتمدون كليا على عيشهم على ما تجود به الأهوار من أسماك، من حشائش، ومن مياه يربون بها جاموس. لذلك أطلقتم حملتكم. إذن ما هي خطط حملتكم وما هي برامجكم؟ نحن ابتداء نريد أن نوصل معاناة الأهوار، مأساة الأهوار، نوصلها أولا عن طريقكم أنتم الإعلاميون، عن طريق المؤسسات الإعلامية التي تتفاعل مع هذه الحملة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أيضا. يعني نحن الآن في دور أو في طور تدويل هذه القضية. هل هنالك جهات داعمة لكم؟ كثيرة هي الجهات الداعمة، من ناشطين، من أعضاء حكومات محلية سابقين، من أعضاء برلمان سابقين، من شخصيات لها اهتمامات بهذا الملف سواء كانت من داخل العراق وخارج العراق. هناك تفاعل كبير، هناك كثير من الأشخاص. نحن الآن بصدد إطلاق وثيقة احتجاج سنجمع فيها الكثير من التوقيعات التي تؤكد على الاحتجاج العلني باسم الشخص، بمهنته، بشخصيته المعنوية، على الإهمال الذي طال مناطق الأهوار. وأعتقد أنه يعني أنا لا أذهب بالتعمد، لكنه إهمال ناتج عن سياسة مائية خاطئة. أعتقد أن هناك صمت حكومي مطبق، الحكومة المحلية والاتحادية والوزارات المعنية ليس لها صوت واضح إزاء ما يحدث من كارثة في الأهوار. ما تحملونه المسؤولية في هذا الجانب؟ محنة الأهوار تتلخص بثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى هو السياسة المائية الظالمة الجائرة من دول الجوار، دول المنبع التي ينبع منها نهراء دجلة والفرات وروافدهم. النقطة الثانية وهي نقطة خارج الإرادة، هي نقطة التغيرات المناخية، انحسار معدلات نزول الأمطار قياسا يعني من عام 2020 إلى حتى الآن كانت معدلات الأمطار يعني دون المستويات، انحسار العام الماضي في محافظة ذي قار كان هناك معدل منخفض للأمطار لم يحدث إلا قبل 50 عام، وهذا ما ذكرته دائرة الأنواع الجوية. أما السبب الثالث والرئيسي والذي يمكن معالجته هو السياسة الجائرة والخاطئة من وزارة الموارد المائية. وزارة الموارد المائية تحرم الأهوار في ظل ما يتوفر لديها من خزين مائي في السدود الرئيسة الثلاثة، تحرم الأهوار من معدل إطلاقات سنوية تتجاوز
يعني تقع بين 70-80% من حصتها. طيب دكتور، يعني بالنسبة لحملتكم هل ستشركون مثلا بها آخرين من محافظات تشترك معكم في المسطحات المائية؟ نحن لم نشترك، بل هم تطوعوا للشراكة. من أي محافظة؟ من أقصى العراق إلى أدنى. نعم. من محافظات كردستان. نعم. إلى محافظات الغربية الوسط والجنوب. نعم. وأساس يعني نواة الحملة. نعم. هي من ناشطين في 3 محافظات، يذيقار والبصرة وميسان، شخصيات مثل الأستاذ جاسم الأسدي. نعم. منظمة طبيعة العراق، الأستاذ. نعم. علاء البدران خبير بيئي ومائي في من محافظة البصرة. نعم. الأستاذ أحمد صالح نعمة وهو ناشط بيئي من ميسان. نعم. والأستاذ الدكتور بديع الخيون قائم مقام الشبايش السابق. نعم. والأستاذ ماجد السفاح. نعم. أديب وشاعر من أهالي ذيقار، من أهالي الأهوار، يعني من. نعم. مناطق الأهوار. بالنسبة للجهات الحكومية دكتور، يعني العليا. نعم. الحكومة المركزية، هل تواصلتم معها لدعم حملتكم الضغط باتجاه يعني إطلاقات مائية جديدة؟ هي حملتنا موجهة للحكومة حتى تلتفت، حتى. نعم. تعرف مدى الضرر. نعم. إن كانت لا تدري. نعم. وإن كانت تدري فالمصيبة أعظم. نعم. إن كانت لا تدري فعليها أن تتدارك الأمر. نحن الآن أمام كارثة حقيقية، آلاف يعني أكثر من 1000 عائلة هجرت من مناطق الأهواء. نعم. معدلات يعني المؤونة الاقتصادية للأهوار تتلاشى وتتحطم. نعم. الجاموس النادر، الجاموس العراقي النادر في الأهوار انخفضت أسعاره بشكل فظيع. نعم. سعر الجاموسة من 5 ملايين إلى دون 1 مليون الآن. نعم. معدل إنتاج الحليب للجاموسة الواحدة انخفض من حوالي 6 لتر إلى أقل من لتر. نعم. وهذا يعني خسارة للثروة الوطنية للبلاد. نعم. نعم دكتور، يعني بعد خطوة الإعلان عن الحملة ما هي الخطوة المقبلة؟ نحن الآن أمام وقفة احتجاجية يوم 15 من تشرين الأول في مدينة الشبايش، وهناك الكثير من الأصدقاء والناشطين والمساندين لهذه الحملة سوف ينضمون من كل محافظات العراق، مثل ما ذكرت لك، من كردستان، من المحافظات الغربية، من بغداد، ومن محافظات الوسط والجنوب. كلهم أبدوا استعدادهم التام، منهم نواب سابقين، منهم نواب حاليين، منهم ناشطين، منهم أساتذة الجامعات، منهم يعني فنانين، أدباء، إعلاميين. هناك يعني تفاعل كبير، لأن الأهوار هي واجهة من واجهات العراق، خصوصا بعد أن انضمت إلى لائحة التراث العالمي. والحكومة العراقية يبدو أنها لا تعي أن هذا الملف على المحك، وأنها ملزمة بتنفيذ خطة وفقا لهذا الاتفاقية، أنه تؤمن حصة مائية ثابتة للأهوار، على الأقل يعني تحافظ فيها على ما تيسر من حياة الناس. يعني هناك تصحر كبير في الأهوار، لم يبقى من الأهوار إلا الممرات المائية، القصب والحرائق، حرائق القصب مستمرة. اختفت حشائش القصب، شجيرات القصب، البردي. نعم. الأسماك كانت في علوة الكسر في الشبايش، يوميا هناك أكثر من 300 سيارة. نعم. تخرج محملة بأكثر من 150 طن من الأسماك. نعم. المختلفة. زرنا تذهب إلى محافظات من البصرة حتى كردستان، والآن. نعم. يعني تلاشت، يعني قبل شهر انخفض معدل خروج أو ما تؤمنه لهذه العلوة من أسماك إلى 5 طن، من 150 طن إلى 5 طن. نعم. وهذا يعني تراجع. نعم. تراجع كبير. شكرا جزيلا لك دكتور، وأتمنى لكم التوفيق في حملتكم الجديدة إن شاء الله. شكرا لكم أستاذ رائد.